وفقا لوسائل الإعلام المحلية، عاد حوالي 7000 شخص إلى ديارهم في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بعد أن نجح اتفاق روسي تركي قبل يومين من إقامة منطقة عازلة وتفادي هجوم عسكري سوري واسع النطاق على إدلب. تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 30000 شخص فروا من منازلهم خوفا من هجوم شامل على إدلب التي تعد آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة في سوريا، ويقطنها نحو 4 ملايين شخص.